خلوني افهم اكتر حول هذا الامر. معانا على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار فخامه الرئيس للشؤون الصحيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. استاذ يوسف اهلا بيك يا فندم. ازاي صحه حضرتك؟ الحمد لله وحاج بخير. الحمد لله في نعمه ربنا ومبسوط دايما. ولا ايه حضرتك؟ والله جالي تمزق كده في اربطه وبتاع، بس بتعافى. لا ألف سلامة على ربنا الشيء. يخلي حضرتك يا فندم، ربنا يخليك يا دكتور. خليك. دكتور محمد، واحنا بنتكلم على المدينة الطبية أو تطوير مستشفيات جامعة عين شمس لتتحول إلى مدينة طبية عالمية، الكلام ده معناه إيه يا فندم؟ شوف يا فندم، مستشفيات جامعة عين شمس هي المستشفيات التابعة للجامعة وكلية طب جامعة عين شمس. حلو. مكانها في العباسية، امتداد لكلية الطب، مكان تعليمي تدريبي بيخرج الأطباء بيأهلهم، بيدي دبلومات وماجستير ودكتوراه، بيشخص ويعالج في المتوسط 1,000,000 إنسان سنويا. حضرتك لو رحت الصبح في أي يوم هتلاقي أعداد من السادة المواطنين أحبائنا من جميع أنحاء الجمهورية جايين لهذا المستشفى المرجعي الكبير جدا. هي مجموعة من المستشفيات، سيادتك عدد الأسرة فقط، الأسرة اللي هي بينام عليها المرضى اللي بنعالجهم في السنة في التوتال 3500 سرير. حاجة ضخمة جدا حضرتك. طبعا. ومجموعة كبيرة من المستشفيات، يعني فيها مستشفى أمراض نساء وتوليد، مستشفيات الأطفال، فيها مركز سموم علاج السموم، فيها مركز طب نفسي، فيها معهد قلب كبير جدا بيعمل في المتوسط في السنة من 6,000 ل 6,500 عملية. ثم مستشفى عين شمس القديم اللي هي الجامعي. فيها كل أقسام أمراض بطنة، مستشفى الدمرداش الجراحي، مركز تدريب، مركز أشعة، مركز بحوث علمية. فالمستشفى أو هذه المستشفيات هي مركز تعليمي وتدريبي وتأهيلي وأيضا علاجي. كان محتاجين تطوير هذا المكان في مجموعة من الرعايات المركزة جوه، منها أول وأكبر رعاية مركزة لعلاج الجهاز التنفسي في مصر. فعندما عرض على سيادة الرئيس في مراحل تطوير وتحسين الخدمات الطبية في مصر، كان هذا المكان يعني من هذه الأماكن اللي يجب تطويرها وتحسينها. عظيم. المكان كله سيادة الرئيس أمر أنه كله بما فيها الحدائق الداخلية، كانت حديقة الويلي وحديقة المحمدي، أيوه، ضمت إلى المكان، ثم بدأ في إنشاء مراكز متطورة جديدة جدا. إحنا في مراحل الانتهاء يا أستاذ يوسف لأكبر مستشفى طوارئ في مصر، ويمكن يكون في الشرق الأوسط لحالات الطوارئ والحوادث إلى آخره. مركز نقل دم جديد متطور، مركز علاج أورام، مراكز أخرى، مركز يعني حاجة اسمها بيت حيوان اللي هي الحيوانات التجارب للتجارب العلمية الطبية. عشان كده من ضمن توصيات فخامة الرئيس، أيوة، إن احنا يبقى عندنا نطور البحوث الطبية من هذا المكان في مختلف تخصصات الطب، بيطلع منه بحوث عالمية كل سنة. حضرتك يعني عدد الأطباء وأساتذة الطب اللي بيعملوا في هذا المكان 10,000. عندما يتحول هذا المكان إلى مدينة طبية متكاملة تخدم ملايين المرضى وتقدم كل ما هو جديد في الطب في هذه المدينة، أستاذ يوسف مفيش تخصص طبي أساسي ولا فرعي إلا موجود. كثيرا من التقنيات الحديثة التشخيصية والعلاجية وطنت من خلال المستشفيات الجامعية، ومنها مستشفيات جامعة عين شمس اللي هي على وشك تبقى مدينة طبية متكاملة. الموضوع السيد رئيس وجه بيه والإجراءات ماشية، والجزء النهاردة أوامر السيد رئيس باستكمال بتمويل ومساهمة في تمويل الجزء المتبقي من هذه المدينة حتى تكتمل كل معالمها عشان تخدم مصر في هذا الموقع في قلب القاهرة. طب دي أنباء عظيمة. طب هل ده معناه دكتور أنه قريب هيتم افتتاح هذا المجمع الطبي أو بالأدق المدينة الطبية العالمية؟ أنا متوقع إن شاء الله. هي شغالة، عشان بس حاجة تبقى عارف،
ايوه يعني العمل شغال في المستشفيات بالتوازي. يوميا. احنا بنتكلم على الاستكمال والتأهيل للحاجات الغير مؤهلة والمباني الجديدة، ونعتقد انها تنتهي ان شاء الله في النص الاولاني من عام 24. ما شاء الله. لكن الشغل شغال كويس جدا، والمستشفيات شغاله، والمرضى بيدخلوا بيتعالجوا بيعملوا عمليات حضرتك. صحيح. طب دكتور انا هستأذن حضرتك في سؤال جانبي بقى متعلق بالانباء اللي اصبحت بتنتشر حول المتحور الجديد والناس عايزه تطمن. شوف يا استاذ يوسف، هقول لك الموضوع ببساطة شديدة ووضوح شديد. أرجوك. احنا عندنا مجموعة من الفيروسات اسمها الفيروسات التي تؤدي الى التهابات الجهاز التنفسي الحاد الفيروسية نتيجة لهذه الفيروسات. أيوة. دي مجموعة ضخمة جدا من الفيروسات، اشهرهم في الماضي وما زال هو الانفلونزا. الانفلونزا منها انواع كثيرة جدا وعديدة، ثم جاءت الكورونا المستحدثه والكورونا فيروس موجود اصلا. أيوه. ثم مجموعه اخرى عشرات من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ومنهم فيروس كورونا المستجد اللي هو عمل وباء كورونا. كل هذه الفيروسات بلا استثناء عندها ما يسمى الاستعداد انها تتحور او تتغير. ليه؟ عشان بتقاوم المقاومه بتاع جسم الانسان. يعني هو الفيروس احنا عرفناه وفي مقاومة ليه وبيتعالج، يوم يغير شكله أو نوع. احنا عندنا في هذا المجال حاجات مهمة جدا وقلناها قبل كده في كورونا قبل كده. الفيروس المتحور الجديد مدى انتشاره، شدة انتشاره، خصائصه ايه، يعني خصائص هذا المتحور الجديد وما ينتشر بسرعة، وبما انه جديد هينتشر بسرعة لأن كل فيروسات الجهاز التنفسي معدية، فلما يجي واحد جديد ويصاب بيه واحد ويعطس هيصيب 4 5. نمرة 2، هل بيؤدي لتداعيات خطيرة ولا لا؟ ومضاعفات كثيرة ولا لا؟ ونسب الوفيات فيه قد إيه؟ هذه هي الدراسات العلمية التي تحدد ما قيمة هذا المتحور الجديد. هو ما زال الأوميكرون اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. أيوه. ما زال هو أكثر انتشارا وده متحور منه. وبعدين حتى المنظمة قالت إن هو يثير الانتباه. طبعا قديم في حاجة جديدة تبقى تثير الانتباه. الوضع عندنا الوبائي الحمد لله مستقر تماما، ما فيش انتشار لأي نوع ولا النوع الجديد حتى الآن، ما فيش زيادة في الوفيات ولا وفيات مباشرة من الكورونا، لكن في فيروسات تنفسية. والنهارده مع موجة الحر اللي موجودة وانتقال الأشخاص من الحر قوي للبرد قوي تكييف أو العكس بيصيب بإما زكام أو إنفلونزا. طب نعمل إيه؟ خلينا يا جماعة نحتاط، اللي يجيله هذا الدور يعتكف يوم أو يومين، ما يعديش الناس اللي حواليه، لأن سيادتك بما إنه أكثر انتشاراً يبقى اللي هيجيله العدوى ممكن يعدي اولاده او احفاده او اخواته او المشاركين ليه في الحياه. ثانيا ما ناخدش الموضوع على انه انفلونزا وبس، لا، لو جالك الدور اقعد استريح وخد الادويه اللي وصف بيها الطبيب عشان تشفى تماما وما تعديش الاخرين. صحيح. عندنا قوه رقابه ومتابعه وترصد بشده بحيث لو في اي تغير في الشكل العام لهذه الفيروسات التنفسية، وأكد لحضرتك هنقول ونقول للناس إيه الموقف، لكن الحمد لله لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها الموقف الفيروس التنفسي عندنا مستقر تماما. ألف ألف شكر حضرتك يا دكتور، شكرا جدا على طمأنتنا جميعا كل الشعب المصري، وشكرا جدا على المداخلة، واحنا عارفين ان وقت حضرتك غالي. اشكرك جدا الدكتور محمد عوض تاج الدين، يعني كان معنا طبعا سيادة المستشار مستشار رئيس الشؤون للشؤون الصحية. اذا لا تنجر ورا شائعات، ما فيش داعي للخوف ولا للهلع ولا للهوسة بتاعت الحق المتحور الجديد، امسك يا جدع خلاص. يعني احنا كده فاهمين الدنيا ماشية ازاي. ادي واحد. 2، أرجوكوا تكونوا ركزتوا في كلام دكتور محمد عوض تاج الدين فيما هو متعلق بالمدينة الطبية لمستشفيات جامعة عين شمس وتحولها إلى مدينة عالمية، لأنه في حاجتين مهمين. أول حاجة، يمكن 3 حاجات كمان. أول حاجة
هي انها مش مجرد بس كمان مجمعات طبيه عملاقه، لا ده احنا بنتكلم على مركز مهم للابحاث الطبيه، ادي كده واحد. اتنين، انا بتكلم على مكان لا زال يعمل وانا بقوم بتجديده وتطويره وعمل منشات جديده بالتوازي. تلاتة، وهو الموضوع شديد الأهمية، اللي هو لخدمة عموم المصريين، بل وإنه في صرح طبي من ضمن هذه الصروح داخل هذه المدينة الطبية، أكبر مستشفى طوارئ في مصر، وطبقا للي قاله الدكتور محمد عوض تاج الدين، وربما في الشرق الأوسط بالكامل.